هناك أيضا ثلاث مراكز أمنية تقوم بخدمة المعتمرين حول المنطقة، حول ساحات الحرم، الموقف ومركز باب الملك ومركز الشبيكة، وكذلك المركز الأمني المتواجد في الغزة، مدعوم بكوادر أمنية جيدة وذات كفاءات عالية تعمل على مدار الساعة للخدمات الأمنية والإرشادية. هذا العام قمنا أيضا بإعداد استكرات إرشادية موزعة على جميع العاملين حول الحرم، موضح بها مواقع محطات النقل واتجاهاتها وخطوط سيرها، وأيضا الفنادق المتعاقدة معها، واستكرات أيضا بالفنادق المحيطة بالحرم. نعلم جميعا هناك أكثر من 500 فندق حول المنطقة المركزية، فمن الصعوبة أن يتم حفظ هذه المواقع، فتم وضعها في استكرات موجودة مع رجال الأمن العاملين بدوريات الأمن في نفس المواقع لإرشاد التائهين، إضافة إلى التطبيقات الذكية الحديثة الموجودة بالهواتف الذكية.